لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني. والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 2 او الفصل الثاني وعنوانه A New Look to Ancient Art. A New Look to Ancient Art يعني نظرة على الفنون القديمة. Ancient يعني قديم يعني عتيق، طبعا Ancient Art يعني الفنون القديمة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وضحت قبل كده احنا بنشرح مع بعض من كتاب جيم اللي هو الأضواء بتاع ديسكوفر الترم الثاني، علشان هو ملخص المعلومة بشكل أفضل. وأنا بعد ما شفت الكتب الخارجية كلها لقيت إن ده أفضل كتاب بيشرح الجزء ده من المنهج. فالنهاردة هنكمل شرح وهنبتدي شابتر 2، هنشرح جزء كويس منه قوي علشان نكمل بعد كده مع بعض على طول. اول حاجة يا اصحابي في شابتر 2 طبعا لازم نعرفها ان هو بيتكلم عن الانشنت ارتس او الفنون القديمة الفنون العتيقة، وطبعا هي مرتبطة بالعصور القديمة زي العصور الفراعنة والعصور اللي فاتت بقالها الاف السنين. طبعا هي بتتمثل في انواع مختلفة من الفنون هنتكلم عنها دلوقتي. فهنا صديقنا ده بيقول لنا Art is all around us، الفن حوالينا في كل مكان. In our daily life، في حياتنا اليومية. In many different forms، في أشكال كتيرة مختلفة أو types أو أنواع يعني. From sculptures يعني المنحوتات، sculptures يعني المنحوتات. To jewelry jewelry يعني المجوهرات. Music الموسيقى. And drama اللي هي الدراما أو التمثيل يعني. Some of these arts، بعض الفنون دي were created، تم إنشائها تم عملها. From clay من الطين من الصلصال. Metals أو المعادن. Paintings أو الرسوم والرسم etc etc إلى آخره. يبقى هنا هو بيعرفنا ان الفن او الفنون يعني is all around us in our daily life، هي موجودة حوالينا في حياتنا اليومية. in many different forms يعني صيغ او اشكال. types او انواع. from sculptures اللي هي المنحوتات، طبعا الحاجات اللي اتعملت عن طريق فن النحت. To jewelry يعني المجوهرات زي ما قلنا. Music الموسيقى. Drama أو التمثيل. وsome of these arts، بعض الفنون دي were created، تم عملها. From clay metals paintings etc. هنا بيورينا مثلا نموذج للسكالبتشر أو منحوتة من المنحوتات، تمثال منحوت زي التمثال بتاع نيفرتيتي، ده اسمه sculpture أو تمثال منحوت، نوع من أنواع الفن بتاع المنحوتات. Architectures اللي هي الفنون الهندسية، طبعا الهندسة والمعمار بتاع القدماء المصريين في بناء المعابد، في بناء المسلات، في بناء الآثار العظيمة بتاعتهم. سيراميكس او الحاجات المعمولة من الصخور اللي هي عاملة زي السيراميك اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا هنا اصحابنا راحوا الكسندريا
ناشونال ميوزيوم. ناشونال يعني وطني، ميوزيوم يعني متحف. الكسندريه ناشونال ميوزيوم يعني المتحف الوطني بالاسكندريه. هم عملوا زياره جميله قوي للناشونال ميوزيوم في الاسكندريه ان الكسندريه، وطبعا رجعوا فبيكلموا التيتشر بتاعتهم عن الزياره بتاعتهم، فهي بتقول لهم هالو ديرز، اهلا يا اعزائي، How was your trip؟ ازاي كانت رحلتكو to Alexandria Museum، لمتحف الاسكندرية؟ How did you feel؟ How did you feel؟ انتو شعرتوا بايه؟ فطبعا صديقتنا هنا شكلها مش حاسة بالمتعة، ما استمتعتش بالرحلة، فبتقول لها I wasn't excited، انا ما كنتش مبسوطة، ما كنتش سعيدة. I didn't enjoy the visit، أنا ما استمتعتش بالزيارة that much، لهذا الحد. It was exhausting، it was exhausting، كانت مرهقة as well، أيضا. فصديقنا هنا بيقول لها to me، بالنسبة لي it was very interesting، كانت شيقة جدا. I enjoyed and learned a lot، أنا استمتعت، enjoyed يعني استمتعت، and learned a lot، وتعلمت كتير. فواضح جدا ان هو استمتع بالتريب دي وهي ما استمتعتش بيها خالص. فهو بيقول لها هنا، بيناقشها بيقول لها I was so impressed، انا كنت منبهر جدا by the large sculptures، بالمنحوتات الكبيرة، المنحوتات الضخمة of the past Egyptian rulers and the tools used drawing this time، بالخاصة بالمساطر والأدوات الكبيرة اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء في الوقت ده. المصريين كانوا بيرسموا باستخدام مساطر وأدوات كبيرة وضخمة علشان يقدروا يعملوا الآثار الجميلة بتاعتهم. فهو شايف التولز دي وكان so impressed، كان منبهر جدا. The portraits were also amazing، والرسومات كانت أيضا مدهشة. فهي بتقول له to me، بالنسبة لي it wasn't، ما كانتش that much، لهذا الحد interesting، شيقة لهذا الحد. I can know all about them، أنا ممكن أعرف كل حاجة عنهم from the books، من الكتب with more details، مع تفاصيل أكتر. فهو بيقول لها هنا the canopic jars، jars يعني أواني، يعني جرار. ال canopic jars دي were amazing too، كانت مدهشة أيضا. I found that they are made up from clay، أنا اكتشفت إن هم كانوا مصنوعين من الطين. فهي بتقول له that was too scary، ده كان مرعب جدا. They are parts from the tombs، دي كانت أجزاء من القبور. Didn't you get scared، انت ما خفتش، انت ما ترعبتش؟ فبيقول لها not at all، not at all يعني ابدا، ما خفتش خالص. I like all ancient Egyptian art، انا بحب كل الفنون المصرية القديمة. I even loved the ancient Egyptian jewels، انا حتى حبيت المجوهرات المصرية القديمة. With all the beautiful details، مع كل التفاصيل الجميلة. They were made، اللي اتصنعت بيها with، even after a thousand years، even after a thousand years، حتى بعد آلاف السنين. فهي بتقول له I agree، أنا موافقة. Also what caught my eye، أيضا الحاجة اللي خدت عينيا كده وعينيا التفتت لها were the colors، كانت الألوان. And the details، والتفاصيل. محمد علي's Royal Family Jewels، المجوهرات الخاصة بأسرة محمد علي الملكية. Were made with، اللي كانت مصنوعة بيها، الألوان والتفاصيل الخاصة بمجوهرات أسرة محمد علي الملكية. طبعا ده بيكلمنا وبيوضح لنا عن إن الزيارة الجميلة بتاعت الميوزيوم ده، الألكسندريا ناشونال ميوزيوم، او المتحف الوطني بتاع الاسكندرية، وبيوريك انواع مختلفة من الارتس الخاصة بالانشنت ايجيبشن، والخاصة كمان بالعصور اللي بعد كده زي عصر محمد علي. هو بيكلمنا هنا بصفة عامة
عن الأشكال المختلفة من الأرتس دي، زي ما قلنا السكالبتشرز أو المنحوتات والجيولز أو المجوهرات، وكمان الكالرز أو الألوان والبينتينجز أو الرسومات. هنا بيكلمنا عن الأرتس دي أو الفنون دي. تعالوا نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. هنا في lesson 2 بيقول لنا when was it made. when was it made هي اتصنعت امتى، تم عملها امتى. فبيقول لنا هنا some Egyptian artworks، بعض الاعمال الفنية المصرية were made several thousands of years ago، اتصنعت من عدة آلاف السنين المضت. and others، وبعض الفنون الأخرى were made more recently. recently يعني في وقت أقرب. ادينا هنا بعض الأمثلة على الـ artworks دي أو الأعمال الفنية دي. أول حاجة الـ geometric bowl. geometric bowl، geometric يعني هندسي وبول يعني صح. طبعا الـ geometric bowl دي بيقول لنا هنا around the second century. century يعني قرن، حوالي القرن الثاني، سنة 200 ميلادي. وبيقول لنا هنا من صفاتها ان هي faded. faded يعني باهت. colors، الوانها باهتة. King Tut Tombs. King Tut Tomb، قبر الملك توت. فبيقول لنا ال King Tut Tomb او tomb او القبر بتاع الملك توت ده اتعمل since 1323 before كرايست، او قبل الميلاد. يبقى سنة 1323 قبل الميلاد. 1323 BCE او 1323 قبل الميلاد. فده قديم جدا. طبعا التاريخ يا اصحابي بيبتدي من اول ميلاد المسيح، بيبتدي بعدين التقويم الميلادي، ولغاية ما نوصل لغاية سنة 2021 2022 وهكذا. قبل ميلاد المسيح احنا بنعد السنين بالعكس. فهنا 1323 قبل الميلاد، يعني قبل ما يتولد المسيح ب 1323 سنة. ده القبر ده اتعمل في الوقت ده، شوفوا هو قديم قد ايه. بيكلمنا كمان هنا بيقول لنا Great Sphinx. Great Sphinx او طبعا ابو الهول العظيم. فبيقول لنا هنا around 2525 BCE او سنة 2525 قبل الميلاد. ده اقدم واقدم كمان اهو. made of limestone. limestone اللي هو حجر الكلس، حجر بيبقى ناشف جدا، المصريين القدماء كانوا بينحتوه علشان خاطر يعملوا الجريت سفنكس او تمثال ابو الهول الضخم ده. ده اسمه لايمستون او حجر الكلس. طبعا هنا بيقول لنا برود كولر او العقد ده، بيقول لك around 1800 BCE او سنة 1800 قبل الميلاد. بيقول لنا هنا كمان الكالرفول بوتري. الكالرفول بوتري ده او الفخار الملون ده، فبيقول لك ده ريسنت. ريسنت حديث. few years ago من عدة سنين مضت. و برايت كولرز. برايت كولرز الوان زاهية. دي من صفات ال ارت وورك ده او العمل الفني ده. بيقول لك كمان glass beads necklace. glass beads necklace. necklace او العقد اللي هو فيه حبات من الزجاج. فبيقول لك ده around the fourth century او حوالي القرن الرابع سنة 400 ميلادية. line sculpture. line sculpture او منحوتة الاسد ده طبعا عندنا في مصر عند كوبري قصر النيل. ده بيقول لك since 1933 او منذ سنة 1933. made of copper. made of copper معمول من النحاس. computerized. computerized paper use painting. computerized يعني تم عمله بالكمبيوتر. paper use يعني اللي هو ورق البردي. p
painting اللي هي رسومات ورق البار دي المعمولة بالكمبيوتر computerized paper use painting. فبيقول لك ده برضو recent أو حديث few years ago من عدة سنين مضت bright colors bright colors أو ألوان زاهية. دي كانت أشكال من الأشكال الخاصة بالارت ووركس، والقديم منها قوي والحديث لسه اللي هو few years ago، وطبعا الصفات الخاصة بيها. طبعا هنا بيورينا أشكال الـ artworks المختلفة الجديد والقديم. تعالوا نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. هنا طبعا بنتكلم عن توت عنخ آمون أو توت عنخ آمون اللي احنا عارفينه، وهنا بيدينا معلومات عنه. فبيقول لنا هنا توت عنخ آمون was a king، هو كان ملك over 3000 years ago، من حوالي 3000 سنة مضت. When he died، لما هو مات، he was put in a tomb، هو تم وضعه في tomb، tomb أو في قبر. His burial chamber، chamber يعني غرفة، و burial، burial يعني دفن، غرفة الدفن بتاعته. The room where the coffin، coffin يعني نعش أو تابوت، was laid، تم وضعه. was covered in paintings، كان مغطى بالرسومات والنقوش. ودي صورة طبعا لكينج توت بيريال تشامبر أو غرفة دفن الملك توت. فهنا بيقول لنا طبعا ان الصور بيبقى ليها ابعاد، يعني انت لو قست هنا العرض بتاع الكوفن او بتاع النعش او المكان اللي اتدفن فيه يعني كينج توت او الملك توت، هتقيس هنا مثلا، فهتلاقي مثلا ان الويث ممكن يكون 4 سنتيمترز ولا حاجة، وممكن تلاقي اللينث حوالي 6 او 7 سنتيمترز. طبعا في الابعاد الحقيقية المقاييس دي بتختلف، لان هنا الصورة بتبقى مصغرة. فبيقول لنا هنا the rectangular dimensions، ابعاد المستطيل، are 6 meters، هي 6 متر، in length حوالي طولها 6 متر، and 4 meters in height، وارتفاع حوالي 4 متر. its area، المساحة بتاعتها بتساوي length في ال heights، يبقى مساحة الأوضة طولها في ارتفاعها حوالي 6 meters by 4 meters، يعني 6 متر في 4 متر بتساوي 24 meter square أو حوالي 24 متر مربع. ده طبعا الاريا او المساحة الخاصة بالبيريال تشامبر او بغرفة الدفن الخاصة بكينج توت او بالملك توت. وليسون 3 بيقول لنا هنا ancient Egyptian jewelry او المجوهرات الخاصة بالمصريين القدماء. ancient Egyptians، المصريين القدماء، used، استخدموا 6 main colors، 6 الوان اساسية، in their artworks، في أعمالهم الفنية. These colors، الألوان دي، occur، موجودة naturally، بشكل طبيعي، in earth minerals، في معادن الأرض. طبعا هنا بيورينا ال colors المختلفة كان اسمها ايه عندهم، زي ال red مثلا كان اسمه dasher، ال green كان اسمه وج، ال blue كان اسمه خزبج، and earth hue، اليلو كان اسمه كنج، الوايت كان اسمه شسب and هيدج، والبلاك كان اسمه خم. طبعا دي اسماء الالوان عند الـ ancient Egyptians او المصريين القدماء. بيورينا هنا الـ earth minerals او المعادن الخاصة بالارض، naturally occurring، موجود فيها بشكل طبيعي. فبيورينا هنا ان الـ colors دي موجودة مثلا هنا في الأوربايمنت أو المعدن ده الموجود في الأرض، ده مكون من مكونات المعادن الموجودة في الأرض. الأوربايمنت ده موجود في اليلو كولر، في حاجة اسمها الريد أوكر أو الرصاص الأحمر، أوكر، الريد أوكر أو الرصاص الأحمر، طبعا ده بيبقى موجود في الريد كولر. في حاجة اسمها المالاكيت، مالاكيت ده اسم المعدن، بياخدوا منه الجرين كولرز. هما كانوا بيجيبوا الصخور دي ويطحنوها ويخلوها عاملة زي الساند أو زي الرمال، وبعدين بيخلطوها بأنواع مختلفة من السمغ
او من الجلو يعني، علشان خاطر يستخدموها في صناعة الارت ووركس او الاعمال الفنية بتاعتهم، يلونوها بيها. فهم كانوا بيجيبوا المينرالز دي او المعادن دي ويطحنوها جامد، وبعدين يحولوها لشكل زي اشكال الرمل، وبعدين يخلطوها باشكال مختلفة من السمغ، انواع السمغ المختلفة، علشان يستخدموها في التلوين بتاعهم. وهنا بيقول لنا it is black and white، ده ابيض واسود. فهنا بيقول لنا coloring الالوان is a way that describes، هي طريقة بتوصف objects الاشياء او العناصر and how they reflect or give off light، وهي ازاي بتعكس الضوء. طبعا يا اصحابي اي لون في الدنيا بيبقى ليه جريدنج او تدرج كده، من الفاتح للغامق. حتى اي لون فاتح بنقول عليه لايت، وبعدين بنقول اسم الكالر. لكن لو هو غامق بنقول عليه دارك، وبعدين بنقول اسم الكالر. فلما يكون اللون فاتح بتحس ان انت مسلط عليه شعاع من الضوء، علشان كده بنقول عليه لايت ونقول اسم اللون، زي مثلا لايت ريد احمر فاتح، لايت جرين اخضر فاتح، لايت يلو اصفر فاتح، لايت بلو ازرق فاتح. كل ما اللون اغمق شوية كأن الضوء اللي انت مسلطه عليه قل، فبتحس ان هو بقى دارك او غامق مظلم، فبنقول عليه دارك. مثلا ريد، دارك ريد يعني احمر غامق، دارك يلو اصفر غامق، دارك جرين اخضر غامق، وهكذا. فكأن الالوان بتتدرج من الفاتح او من الشكل اللايت للغامق او الشكل الدارك. هنا بيوضح لنا الكلام ده، فبيقول لنا ان الجريدينت او درجة اللون، درجة التلوين يعني it is the gradual blending. gradual يعني تدريجي، blending مزج، هو المزج التدريجي، ان انت اللون بيتدرج كده from one color، من لون to another، للون تاني، or from dark او من الغامق to light، للفاتح، of the same color، لنفس اللون. ده اسمه الجريدينت او التدرج اللون يعني. فبيوريك هنا مثلا ان هو من البلاك بيفضل ماشي شوية 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 لغاية ما يفتح، تلاقيه فجأة بتحول لجراي، بيفضل ماشي 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 لغاية ما يفتح خالص بيبقى وايت، اتنقل من البلاك بقى وايت. ازاي؟ ده اسمه gradient او تدرج اللون. الريد لما يمشي شوية 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 ويفتح بيبقى اورنج، بعدين يفتح شوية كمان لغاية ما يبقى يلو، وهكذا. كل الالوان فيها الجريدينت او التدرج بتاع اللون ده، من الدارك او من الغامق لللايت او للفاتح، وهو بيتدرج كده من الغامق للفاتح، ممكن يتحول للون تاني او ممكن يفضل نفس اللون بس بشكل فاتح خالص. كده نكون اخدنا اخر جزء النهاردة معانا، وهو الجريدينت او تدرج الالوان. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.